النهارده على صادرات مصر النهارده زادت وبقينا 43 مليار دولار، عايزين نصل ل 50 70 80 100 مليار دولار اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عليه. يبقى احنا محتاجين ايه؟ صناعه، تصنيع، انتاج، شغل، تشغيل. ما هي دي انت صناعه يعني شغل، تشغيل. لما احنا رحنا الصين مع السيد الرئيس في اكتر من زياره، رحنا شفنا المصانع الصينية، مش المصانع الكبيرة يا جماعة، لا، اللي هي المصانع الصغيرة، المشروعات الصغيرة. انتم متخيلين منطقة بالكامل كده كل اللي فيها يدوب مساحة قد اللي انا واقف فيها، قد اللي انا واقف بالظبط فيها، بيعملوا بيصنعوا الشنط وبيصنعوا حاجات اخرى، منتجات الصينية الاخرى في حتة قد كده. شغالين فيها كام واحد؟ 10. بيشتغلوا مشروع صغير بس عندهم مكنتين ثلاثة حديثتين، كل واحدة واخدة مساحة صغيرة قوي. شوفوا بيعملوا ايه، المكان ده بيعمل في اليوم بكام، هو بكام دولار في اليوم، وواحد وشركة جنبه صغيرة تانية وتالتة ورابعة، حتى قد المكان ده فيها حوالي 30 شركة، قد مساحة القاعة اللي احنا طالعين منها، فيها بتاع 30 مصنع، مصنع صغير، في كل مصنع 10 افراد بيشتغلوا. يعني شوف فرص العمل قد ايه، ويطلعوا الانتاج اللي هو ممكن زي البراندات اللي احنا بنتكلم عليها، بيقلدوا البراندات، بيقلد، وشوف بقى الانتاج بتاعه وبيكسب قد ايه ودخله قد ايه. هو بقى ليه قوه كبيره جدا على مدار في ال 15 سنه اللي فاتوا، الصين 15 سنه اللي فاتوا، ما كان قبل كده الصين قررت انها تقفل على نفسها وتتحول، بدل ما هي بتستورد بقت دولة مصدرة لدول العالم. هي في دولة النهاردة ما بتستوردش من الصين؟ ما فيش دولة من العالم ما بتستوردش من الصين. بقت الصين النهاردة عامل تواجد وغزو في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. أكتر دولة بتاخد من الصين هي أمريكا بالمناسبة، اللي هو أكبر اقتصاد في العالم. مين اللي عنده؟ الصين، اللي عنده الواردات من الصين، بيستورد من الصين من أكتر دول بتستورد. الاتحاد الأوروبي بالكامل، هو انت تروح اي مكان في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي حته في العالم ما تلاقيش الصناعه الصينيه، الملابس الصينيه الجاهزه، الشغل الصيني اللي موجود، الحاجات الصينيه اللي موجوده، كل التكنولوجيا الصينيه، تليفونات، الكترونيات بتاعت مين؟ الصين، مصانع الصينيه. قدر الصين يكون رقم كبير جدا في العالم، دخل في هذا المجال ليه؟ اتدرب كويس، عنده تكنولوجيا، علم ولاده، شغلهم، فرص عمل بتاعته هائلة، ايدي العاملة ماهرة بالساعة. لسه النهاردة بتكلم مع بعض أصدقائي هنا في المملكة العربية السعودية ومصريين فاتحين شركات هنا، شباب. قابلت شاب مصري النهاردة، والله حاجة جميلة جدا يا جماعة، لازم أحكي لكم التجربة. شاب مصري عمره يمكن بداية الأربعينات، عامل هنا شركة كبيرة، شركة مقاولات كبيرة،